مرحبا بكم متابعينا الأوفياء، أهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر وفي هذه حالة الاختفاء الغامضة لشاب في مقتبل عمره الذي اختفى في ظروف غامضة كما يظهر من خلال هذا المنشور الذي توجه من خلال أسرته نداء للبحث عن فلذات كبديم الذي اختفى منذ أيام عديدة بضواحي مدينة أكادير وبالضبط على بعد 100 كيلومتر من المدينة وبمنطقة تفراوت، حيث اختفى عن الأنظار. الشخص اللي كتشوفه أمامكم اللي هو يعني هذه هي الصورة ديالو والأسرة ديالو، يعني كتوجه نداء استغاثة لكل القلوب الرحيمة ولكل من يعرفه ومن يتعرف عليه من أجل باش أنه يتم البحث عليه في أقرب وقت ممكن كما كتشوفوا معنا على المباشر متابعينا الأوفياء. فهذه رسالة لكل من يهمه من الأمر بطبيعة الحال، باش أنه هو اللي كيعرف شي حد المكان ديال التواجد ديالو أو أي مكان يعني شافوا فيه، فيتواصل يعني بالرقم التالي اللي هو 06 72 22 17 75. أعيد الرقم اللي هو 06 72 22 17 75. وأسرته في حالة صدمة وحالة نفسية متأزمة بعد ما اختفى هذا الشخص اللي كتشوفه أمامكم في ظروف غامضة لحدود اللحظة. فهذه هي الصورة ديالو، ونتمنى أن يتم نشر هذا الإعلان وتعميمه على أوسع نطاق باش أنه تساعد الأسرة ديال هذا الشخص اللي كيبان في الصورة باش أنهم يلقاو الابن ديالهم في أقرب وقت ممكن. وكنتمنى من الله تعالى أنه يكون خير، يكون يعني المانع خير متابعينا الأوفياء. فهذه الصورة ديال الشخص المختفي، وبطبيعة الحال فالأسرة ديالو توجه نداء لكل القلوب الرحيمة ولكل من يعرف مكان تواجده. فنظرا لظروف شخصية فالأسرة ديالو بطبيعة الحال فقط يعني تواصلت مع قناة الشعب، قناة شوف تي في، باش انها توصل هذا النداء من خلال يعني هذا البث المباشر. ولظروف خاصة فما بغاتش تبان في الواجهة. فنتمنى ان نساهم في ايجاد يعني المختفي، وانه باش يرجع للاسره ديالو عما قريب. وبطبيعه الحال اي واحد يعني شافه في شي بلاصه وكيعرف المكان ديال التواجد ديالو فما عليه سوى انه يتواصل مع هذا الرقم اللي كيبان لكم اعلى الشاشه اللي هو 06 72 22 17 75. وعيد الرقم اللي هو 06 72 22 17 75. والله لا يضيع اجر المحسنين ومن عمل عملا بطبيعة الحال. فكنتمنى من أي واحد يعني شاف هذا النداء فما تخسر والو إلى بارطاجيتي، فبالبارطاج ديالك ممكن توصل الرسالة، بالبارطاج ديالك ممكن أن هذه الأسرة تعثر على الإبن ديالها في أقرب وقت ممكن. وتحياتي لكم متابعينا الأوفياء، وإن شاء الله ونعيد الرقم الهاتفي اللي هو 06 72 22 17 75. وهذا هو الرقم ديال المعني بالأمر، وكنتمنى باش انه يلقاه في اقرب وقت ممكن لان الظروف اش اختفى ظروف غامضة الى حدود اللحظة.